ديال ما كانش دوري باش طيحوا في ليسونس ولا لا، باش طيحوا في الغازوار ولا لا. الغازوار 50 والغازوار باش يطيح 50 مليون في الليتر، والليسونس باش يطيح 20 مليون في الليتر. الامباكت 130 مليون دينار اللي هي حاجه كبيره، لكن احنا هذا الواجب هذا راهو كيما سمعت توا سي تيت الملاحظات والتنبيه والتقريب 20 مليون حكايه فارغه. احنا كنا مانيش باش نطيح، لكن الامباكت هو باش ندخلوا الاليه الجديده نتاع التعديل الاوتوماتيكي لاسعار النفط والمحروقات. الاليه هذه قاعدين نخدموا عليها، راهو توا باش نقولوا شنو الاليه، وباش نستعملوها في 1 جويليه 2016. واذا كان غلطنا باش نكملوها قبل، باش نستعملوها في 1 ابريل 2016. باش تعمل الاليه هذه اول حاجه كي يطلع السوق ثم اجستمون اوتوماتيك نتاع الاسواق في الترون، وكي يهبط السوق ثم اجستمون اوتوماتيك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه باش نعطيكم الاليه بكل شفافيه، معناتها انتم توا وحدكم وحدكم تشوفوا السوق مهبط، السوق طلع، السوق مهبط، السوق طلع، وتطلعوا وحدكم وحدكم بالكالكيلاتريس قداش باش تخلص اكثر ولا قداش باش تخلص اقل. وثالث حاجه باش نخرجوا نهائيا هالمشكل نتاع اسعار المواد نتاع المحروقات من الناحيه السياسيه باش نهزوها للناحيه نتاع الاسعار العالميه. السياسيين ما عادش باش يحكموا في سوم الليسونس وفي سوم الغازوار. دونك هذايا اصلاح هادي.